حياكم الله من جديد مشاهدينا. أحدثت التنظيمات البلدية الجديدة التي أدت إلى إغلاق بعض الخدمات التي تقدمها الصوالين مثل الحمام المغربي والمساج أحدثت الكثير من الجدل بعد شكوى مالكات الصوالين عن تعرضهم لخسائر فادحة وكبيرة. وهو التحقيق الذي قدمته مجلة سيدتي مؤخرا، ونحاول اليوم من خلاله إكمال الحديث عن هذه المشكلة. وضيفتنا هي الدكتورة نورة مالكة إحدى الصوالين. أهلا بك دكتورة، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أختي. أول شيء، لوين وصلتوا أو لوين وصلت المستجدات في إغلاق الصوالين؟ هو لا مستجدات، أقسام معينة، لأنها مش الصوالين هي اللي أغلقت، أقسام من الصوالين. نعم. هي اللي أغلقت. الموضوع أنه هو قبل سنتين جتنا البلدية وأخبرتنا أنه في صدد تنظيم جديد للقوانين، فلازم نكتب تعهدات على أساس هم راح يصدروا قوانين كيف أنهم راح ينظموا عملية السبا اللي هو الحمام المغربي، المساج في الصوالين. إيش يشمل السبا بالضبط؟ السبا الحمامات المغربية، المساجات، السكراب للجسم، العناية بجسم المرأة كامل. نعم. وهذه ضرورة من ضروريات المرأة. أكيد طبعا. نتفاجأ بقى، إحنا نستنى الحين كل صاحبات الصالونات. بس هو يعتبر كان إنذار أولي لكم يعني. مش إنذار. نعم. هو أعطونا إن هم في صدد إصدار قوانين جديدة تحكم هذه الخدمة. نعم. فإحنا ننتظر هذه القوانين. نعم. وفوجئنا بإغلاق فوري. ايش معنى اغلاق قبل سنتين الكلام؟ قبل سنتين. نعم. طلبوا منا انه يكون للحمام المغربي بناء خاص فيه. نعم. العاملات اللي يعملوا في الحمام المغربي يكونوا معاهم شهادات صحيه. بعدها بسنه قالوا. نعم. ان كتبونا تعهدات. هذا ضروري ان العاملات يكون معهم شهادات صحيه. جميع العاملات اللي يعملوا في اي مركز نسائي او غير. نعم. نسائي لازم يكون معهم شهادات. نعم. صحيه. لكن بعد سنه من هذا القرار، بعد ما طلبوا منا نحن نبني وبنينا. نعم. في بعضنا وصل بناها الى 2 مليون، مليون صح. ونص، يعني بنيت على اساس كثيرة. انها حمامات فعليه. نعم. بعد سنه من هذا الطلب كتبونا على تعهدات. نعم. انه راح الموضوع حينظر فيه، لا نعلم من الجهة اللي حتنظر في هذا الموضوع. نعم. فجأة جتنا البلدية وأخبرتنا بوجوب الإغلاق الفوري. طيب ما دام. نعم. الإغلاق الفوري، احنا الحين ما ننتظر الإغلاق، احنا ننتظر بالعكس يعطونا الرخص. يعطيكم الرخص صحيح. المعايير مثلا لما تكلم عن الموضوع هذا في سيدتي. نعم. قال انكم انتم اصلا تشتغلوا من غير رخص. صحيح ان فعلا احنا ما نشتغل من غير رخص. صحيح. ايش معنى مركز نسائي؟ المركز النسائي هو مكتوب عندنا في الترخيص. نعم. مشغل تعمل به نساء. نعم. لم يصنف تحت المشغل هذا ايش موجود. نعم. من الاول كان موجود خياطه فقط. نعم. وكان التجميل من مكياج، من اي حاجه تخص المراه من ضمن هذه، حتى كانوا يطلعوا المسمى حق اللي تشتغل فيه، العامله تشتغل فيه خياطه ملابس خياطة نسائيه. صحيح. بعد كذا صدر القرار بانه ينزل مصففه شعر. نعم. طيب نزل مصففه شعر، بعد ما نزل مصففه شعر قالوا لا تقسموا النشاطين. طب بين انا محلي قائم الخياطه وبين تصفيف الشعر. طب انا مكاني قائم وقديم، اذا انا ابغى افصل، ومعنى كذا انا حفصل عمالتي، انا حفصل شغلي كامل، انا حضطر استاجر جديد، انا يعني فانا افصل عملي. لكن لا، انت تفصل النشاط طبعا في النشاط في. نعم. اي مكان تعدد النشاطات، لان الخياطه فرق بينها وبين التجميل. في مكان في مساحه. نعم. للخياطه، وفي مساحه تكون للتجميل. نعم. على حسب المساحه. فاذا كنت انت مركز تجاري مثلا، اذا كنت تبغي النشاطين لازم تكون المساحه تستوعب هذا النشاطين. نعم. فتعطى رخصه لهذا، لكن تكون تحت. انت الحين لما تبغى تروحي لأي مكان تجميلي، هل حتروح تعملي أظافرك في مكان وشعرك في مكان وتاخذي فستانك من مكان؟ لا طبعا. لا لا. أنا كمرأة. نعم. واحتياجاتي كمرأة أبغى هذه الأشياء كلها تحت، خاصة إذا كان مركز. نعم. فوجئنا في هذا القرار. كيف قبلنا القرار. إيش المبالغ اللي أنتم دفعتوها الكثيرة هذه خلال سنتين؟ تجهيز المحل. أول ما ابتدأ تجهيز المحلات فقط هذه كلفتنا بما يعني يقارب المليون ونص. نعم. غير كذا إحنا موجود عندنا عمالة الحين قائمة بحد ذاتها تحتاج رواتب في آخر الشهر. نعم. أجارات يعني حتدفع في آخر الموسم. نعم. غير كذا في عندنا باكيجات كاملة مدفوعة مسبوقة الدفع. هل اشرح هذه كلها من حيستوعبها؟ غير كذا مشروع كامل، انا اخسر مشروع كامل لقرار
ما اقدر ايش اسميه هذا القرار. نعم. القرار هذا احنا ذهبنا لأمانة الرياض وطالبنا ان نقام المسؤولة هناك. نعم. انا سألتها شخصيا من اصدر القرار؟ قالت لجنة. من هي هذه اللجنة عشان احنا نتشاور معاها؟ نعم. يعني هذا يعني اي قرار فيه الإجابة وفيه القرار. احنا ما سمعنا يعني ما في واحدة مننا او واحدة يعني امرأة جلست مع هذا القرار عشان تقول لهم ايش احتياجات المرأة. انا ما اطالب كامرأة اني انا اكون موجودة في هذا المكان لكن اخبرهم ايش احتياجات المرأة. صحيح. مع الأسف. نعم. لم تخبرني من الجهة اللي أصدرت القرار. نعم. طيب إيش سبب الإغلاق؟ طب تواصلتوا مع البلدية لأني أعتبر تواصلنا مع البلدية طبعا احنا تدرجنا. نعم. تواصلنا مع بلديتنا بعد كذا رحنا للأمانة نفسها سألتناها إيش سبب الإغلاق أيضا لم تجاوبني عن سبب الإغلاق. نعم. طيب احنا من يتحمل هذا كله؟ هل أنا أتحمل لوحدي زميلاتي يتحملون لوحدي؟ يعني الحين في مئات المراكز جميع دولة. المراكز أغلقت بشكل أغلقت مراكزنا القسم هذا في المركز قسم المساج والحمام المغربي أغلق أو تماما أغلق تماما. العاملات وقفوا عن العمل بس لكنهم يطالبوا برواتبهم. نعم. غير كذا أنا أطالب مشروعي ما ينهار. نعم. يعني مو أنه فقط فيه نقطة بسيطة أحب أنوه عنها نفس هذا المجال يسمح به للرجال مسموح به للرجال عندك اي مكان تروحي فيه مكتوب باللوحة كبيره جدا 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 مساج حمام مغربي تجهيز عرسان. من الاولى تجهز العروس احتكار يعني هو اصلا الاحتكار للمراه اصلا يعني لجسد المراه انها تدلل نفسها. لا اطالب في الاحتكار ابدا ولا صحيح. هم الحق انهم يتمتعوا في نفس الخدمه لكن انا ايضا كامراه سعوديه غير اني انا مستثمره كامراه أنا من حقي أن أستمتع في هذه الخدمة. ليش أضطر للسفر عشان تكون هذه أحد أولويات السفر؟ أول ما أروح للسفر حسوي حمام مغربي. ليش؟ لأنه ممنوع عندي في بلدي. غير كذا إيش يلصق فيي أنا كسعودية؟ نعم. يعني يمنع عني أنا ما أقدر أقول أي سبب اللي يتداوله الناس كلهم لأن هذه الأسباب ما هي حق يعني ما أنا ما هي ملموسة عندي. لكن في كثير تداول إيش سبب إغلاق النساء غير الرجال؟ ما سمعتي إيش أسباب أو أحد ذكر في أسباب محددة مثلاً؟ في أسباب أو مشاكل حدثت سابقاً؟ في أسباب ذكرت من مصادر غير يعني مسؤولة لعشان كذا أنا ما أقدر إني أنقلها لأنها. نعم. أنا ماني مقتنعة أنا لا أرضى إني أسمعها إنها تلصق فيها كامرأة. نعم. فالموضوع جدا شائك. نعم صحيح بالفعل. طيب ايش تطالبون الحين يعني كصاحبات صوالين وتجميل اكيد خسرتوا كثير زي ما قلتي وايش مطلبكم حاليا؟ احنا نطالب الحين. نعم. هم فصلوا بين الخياطه وبين التجميل لم يحددوا التجميل او حددوه كرجال. نعم. المراه احتياجاتها يعني لا يفهمها الرجل. صحيح. احتياجات المرأة كثيرة فقط هو يعرف من احتياجات المرأة المكياج والشعر لكن احتياجاتي أنا لا أشياء كثيرة احتياجاتي العناية بالجسم احتياجاتي العناية بالأظافر احتياجاتي في الملابس. نعم. فلما فصلوا الخياطة عن التجميل هم أبعدوني أنا أبغى أذهب لمكان واحد. يعني أنت كان عندك صالون أصلا في مشغل الخياطة أنا أتكلم باسم زميلاتي جميعهم. نعم. أتكلم. نعم. باسم زميلاتي جميعهم فصلوا الخياطة عن التجميل فعملوا ربكة كبيرة لصاحبان الأمل. غير كذا إحنا لما الحين الصوالية أنا يوجد عندي سبا يوجد عندي تجميل يوجد عندي شعر منعوا السبا اللي هو تحت الحمام المغربي والمساج. نعم. طب لما منع هذا أنا شو راح أسوي؟ الموظفات كيف وضع الموظفات حالياً؟ أنا مشروعي أنا. نعم. أنا أحب هذه المهنة أنا أبغى أن أستمتع فيها كمستثمر وأستمتع فيها كمواطنة. صحيح. فلماذا ليش تمنع؟ اعملوها لكن بضوابط ضعوا ضوابط لها إذا كان في أحد يعني بدر منه أي أشياء غلط عاقبوه لوحده. الحين مثلا انت اخذتي شيء من مطعم وكان متسامح حتغلقي جميع مطاعم البلد اكيد لا اكيد طبعا لازم يوضع لا يوضع لها لكن ربما يوضع لها. نعم. قوانين وضوابط وعلى اساسها لا تفصل عن مراكزنا لا تفصل. نعم. انها هي من ضمن الاسباب في جميع دول الخليج اي مركز نسائي تذهبين له صالون تحصلي انه موجود في الحمام المغربي بجنب الشعر تحصلي فيه موجود المساج في جنب الشعر. نعم. فنطالب في رخص تكون مثلا عندك مركز كامل رخصة للشعر رخصة للسبا رخصة للخياطة اللي تحب تتخصص في مجال معين مشاوير كثيرة كذا يعني تعتبر. أيوة. لكن. نعم. مثلا في واحدة عندها المساحة لا تسمح وأنا حابة أتخصص فقط في الشعر تخصصي في الشعر لا يمنع حابة كده تخصصي في الشعر والخياطة تخصصي لا يمنع إذا كانت المساحة تسمح إذا كانت مساحتك أكبر وتستطيع أن يكون عندك مساج وحمام وأيضا شعر فتخصصي على حسب المساحة والمتاح لك. نعم
يعني الوضع الحالي للحمامات المساج والحمام المغربي سيء يعتبر نوعا ما بالنسبة لكم كمالكات طبعا صواليخ. لأنها أغلقت يعني فجأة فوري، وضعت البلدية، شمعت البلدية المكان حق الحمامات، حتى الزباين ليش حصل كذا؟ هل إحنا محرومين إن إحنا يعني نحصل على هذه الخدمة؟ نعم. أنا ما عندي جواب لأني لا أرضى أن أسيء لأي منشأة من منشآت بلدي. نعم، إيش ردة فعل العميلات؟ يعني أنتم هذه ردتكم كمالكات صوالين، إيش ردة فعل العميلات نفسهم، الزباين اللي كانوا يجوكم، إيش ردة الفعل نفسها؟ العاملات طبعا مستاءات لأن هذا باب رزقهم. نعم. الزباين جدا جدا مستائين، انا كمراه سعوديه كل واحده منهم تقول انا كمراه سعوديه محروم علي اني انا اتمتع في هذه الخدمه ما دامت يعني بكرامه، ما دامت بمقاييس، ما دامت يعني بالعكس يعني عندنا مراكز هنا موجوده ما هي موجوده في العالم كله من تجهيزاتها من بالفعل. التقنيه اللي موجوده فيها، فكيف تغلق هذه في مراكز ماخذه شهادات عالميه بدقتها في هذا الموضوع؟ نعم. فكيف يعني نحرم من هذه الخدمة؟ أنا كمرأة سعودية أطالب بأن هذه الخدمة أنا أحتاجها كسعودية. صحيح. فلماذا أحرم منها؟ كمرأة بصفة عامة يعني أطالب بوضع قوانين. نعم. وضعوا ضوابط راضين بجميع الضوابط. نعم. ادرسوا الموضوع معنا احنا صاحبين الشأن. نعم. انظروا لي انا كمرأة واشوف ايش احتياجاتي واطالب فيها. نعم. طيب يعني الوضع الحالي انتم انتم مع ان كما ذكر المحامي طبعا محمد الطمياط ان وضعكم اصلا مخالف، انتم انتم معه؟ طبعا ما احنا معاه لان احنا اصلا ما لم يخالف، احنا مشغل تعمل به نساء لم يوضع تحت هذا المشغل اي بند، لم يحدد اي بند، لم يحدد ماذا تعمل. نعم. جوا المشغل انه نساء يعملن في هذا المكان بما يخص النساء، ايش اللي يخص النساء؟ هذه هي الاعمال التي تخص النساء. نعم. الحمامات والبديكير والشعر والمكياج هذا ما يخصني أنا كمرأة. صحيح. فأطالب أطالب أنهم ينظروا يعني المرأة يسألوا المرأة، اسألوا المرأة إيش تحتاج المرأة، ضعوا الضوابط والقوانين اللي تحتاجها المرأة. صحيح. يعطيك العافية أستاذة نورة مالكة إحدى الصوالين، نورت سيدتي. الله يسلمك أستاذة نورة، طبعا كانت معنا سيدة أعمال في قطاع التجميل، يعطيها ألف عافية ما قصرت في هذا الموضوع. مشاهدينا برنامج سيدتي مستمر، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، سيدتي تعرفك على أحدث صيحات العبايات وما هو أنسب وقت لارتدائها. متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي سيدة المجلات العربية.